طيب نروح نشوف لقاء مع الكابتن سامي امصان مدرب النادي الاهلي ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. كل مكان معانا عقب اللقاء كابتن سامي امصان مدرب العام لفريق النادي الاهلي. الف مبروك الفوز النهارده، يمكن التوفيق غاب ولكن الحمد لله يعني الفوز اتحقق النهارده، ويمكن سوء توفيق وضغط مباريات واجهاد باين كل ده على اللعيبه، لكن الحمد لله توفيق ربنا كان معانا في الاخر وقدرنا نحرز هدف والحصول على ثلاث نقاط. الحمد لله طبعا، تحياتي طبعا للكابتن ايمن وكل سنه وانت طيب وضيوفه، وعيد سعيد عليك ورب على جميع المسلمين. زي ما انت قلت مباراه صعبه جدا، خصوصا بعد المباراه اللي فاتت والاخفاق المباراتين اللي فاتت البنك الاهلي والماتش اللي فات، فاعتقد الحمد لله كانت مهمه جدا ان انت ترجع الثقه تاني، ترجع الثقه تاني لعيبتك وجمهورك، خصوصا برده قبل مباراه كبيره زي مباراه نادي الزمالك، وعندنا برده قبل نهائي مع مازيمبي، فاعتقد الحمد لله النتيجه مرضيه لينا وان شاء الله نركز في اللي جاي ان شاء الله. التغييرات النهارده شايفها ازاي وتطوير الاداء ومساهمتها في يعني كان التغييرين هم سبب في الجون، مودست وسام ابو علي مع بعض جابوا الجون، وكمان اصابه مروان عطيه النهارده تعاملتوا معاها ازاي؟ طبعا اصابه مروان طبعا بالنسبه لنا طبعا خساره كبيره طبعا. مروان من الركائز المهمه جدا في الفرقه يعني، لكن الحمد لله النتيجه الايجابيه اللي انت قلت النهارده ان رجوع وسام للتهديف ده حاجه كويسه جدا، والتغييرات الحمد لله كان فيها توفيق من عند ربنا. انت دايما بتسعى بتعمل عليك وفي الاخر هو التوفيق بتاع ربنا. في الاخر بقول واكد برضو لبطوله كبيره بالنسبه لنا، خطوه تقربنا طبعا نحو البطوله المحببه لينا ولجمهورنا، كان عندنا ماتشات مؤجله كتير اثرت علينا زي ما انت قلت، ضغط المباراه اثر علينا النهارده، بشوف النهارده في لعيبه بدنيا مش احسن حاجه بتحاول تعمل روتيشن، لكن الاصابات عندنا اصابات مش قليله النهارده، حتى مروان بنخسر مروان برضو حاجه مش هتبقى سهله علينا النهارده، مش موجود من اول بقى من البدايه بقى من الشناوي، مش موجود بيرسيتا، مش موجود علي معلوم، مش موجود ديانج، مش موجود نيدفيد، لعيبه كتيره جدا مش موجوده، فاعتقد النهارده اللي انت تعمل ده وتعتقد الحمد لله حاجه ايجابيه وان شاء الله نبني عليها اللي جاي باذن الله. مساء كابتن وسام، يعني ثلاث ايام بس قبل ماتش الزمالك في ظل الاجهاد ده تعملوا فيها ازاي؟ ما ده قدر بالنسبه لنا وبنتعامل عليه على طول يعني، وعندنا تمرين بكره ونبدا الاستشفاء ونبدا اللعيبه بقى المصابه اللي هي بعيد عننا نشوف حالتها ايه، هتقدر تخش معانا ولا لا، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. شوف كابتن مدفين دايما باذن الله. كابتن ايمن دقق اللقاء مع كابتن سامي امصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك الفوز لحضرتك ولضيوفك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، تواصل معاك مره ثانيه ويزيد من اللقاءات باذن الله رب العالمين.